ولكن يظل دائما خلال 3 سنوات ونصف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ونائب رئيس شركة استادات الوطنية. الحقيقة له مقدار خاص وله وضع معين خلال 3 سنوات ونصف. للناس القريبة من النادي الأهلي عارفين أن هذا الرجل محمد مرجان عمل شغل رائع جدا 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 داخل النادي الأهلي خلال 3 سنوات ونصف كان متواجد فيهم. أصعب 3 سنوات الحقيقة ونص عدوا على النادي الأهلي لأشياء كثيرة جدا جدا جدا، حروب على النادي الأهلي من كل حتة، أمور كثيرة جدا جدا كانت بتحصل، كان دائما بيتصدى ليها العميد محمد مرجان، وده مش كلامي الحقيقة ولكن كلام رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. خلينا نروح للعميد محمد مرجان. سيادة العميد ازاي حضرتك يا فندم؟ طبعا العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي. ازاي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام مساء الخير، ازي حضرتك كابتن؟ مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ يعني اولا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، ده اولا. ثانيا اعتقد تكريم في محله، وقد ايه ان الكابتن خطيب يقول هذه الكلمه، يقول ان انا الكابتن محمود الخطيب والعميد محمد مرجان احنا بس اللي عارفين اللي حصل خلال 3 سنوات ونصف من الازمات الكثيره جدا، ولكن بوجود العميد محمد مرجان اعتقد امور كثيره عدت. يعني طبعا يعني الحمد لله رب العالمين يا كابتن اسلام. الاول لازم اشكر كابتن محمود الخطيب، يعني لازم اشكر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ويعني في الاخر حبيبه اللي هو حبيبنا كلنا والاقرب للقلوب دايما يعني. طبعا. واشكر مجلس اداره النادي الاهلي اللي هم سمحوا لنا ان احنا نكون موجودين في الفتره دي، او اللي انا اكون متعاون، او زي ما انت بتقول النهارده كنت جزء من التاريخ في الفتره دي للنادي الاهلي، او في الفتره دي كانت الاصعب مع النادي الاهلي، فلازم اشكرهم واوجه لهم كل الشكر. الحاجه الثانيه الاهم ولازم الناس تبقى عارفاها كويس جدا، النادي الاهلي اصعب حاجه اللي انت تكون شغال في مكان انت متربي فيه او انت متواجد فيه واولادك واسرتك وعائلتك كلها موجوده فيها، لان في الاخر خالص اللي بيبقى بعد المنصب مش اثناء وانت موجود في المنصب، فهو ده كان الشغل الشاغل من اول يوم. وهي الحمد لله ما كانتش اول مره انا اشتغل في النادي، انا يمكن كنت لعبت ومارست الرياضه، وبعد كده انا مسكنا جهاز السباحه الحمد لله فتره، وبعد كده مدير المطار اما كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه ويخليه لينا طبعا اخترنا ان احنا نبقى موجودين. وفي نفس الوقت اما مجلس اداره كابتن محمود الخطيب وكابتن محمود الخطيب اختارنا للرئيس التنفيذي، كان الشغل الشاغل ازاي هتخرج اليوم اللي هتخرج فيه وانت مسلم الامانه بشكل كويس، وتبقى قاعد ترجع تاني في يعني في وسط بقى اعضاء الجمعيه العموميه، ده مسؤوليه صعبه جدا. نعم. والحمد لله متهيألي ان انا على الاقل قدرت بقدر الامكان ادي الدور ده بشكل كويس، وهقول طبعا بشكر اعضاء الجمعيه العموميه وبشكر كل العاملين اللي اشتغلت معايا والمسؤولين اكثر من اخوات، وبعتذر لو كنت قصرت في حق حد او كنت ضايقت حد، ولكن هي بحكم المكان يعني، لكن في الاخر احنا في الاخر ده النادي وده اللي احنا بنخرج وبنروح فيه وبيتنا اللي احنا اتعلمنا فيه كل المبادئ والاخلاق والرياضه، فالحمد لله. اللقطه اللي قدامنا دي يا سياده العميد اعتقد لقطه رائعه جدا، حضرتك كنت متواجد وقاعد، والحقيقه حاجه كانت لقطه رائعه جدا جدا جدا، حسيت بايه ساعتها يا فندم؟ لا بصراحة هو كابتن محمود الخطيب لازم يفاجئك دايما يعني، هو بصراحة لا يعني شوف هو يعني في ناس خلي بالك يا كابتن اسلام، في ناس عملت احسن مننا كتير ومحدش طبعا يعرف عنها حاجه، وفي ناس خدمت النادي الاهلي كتير، فاهم قصدي ازاي؟ فانت كون اللي انت اسمك يتقال وسط مجموعه يعني بذلت جهد وعملت وبتحب مكانها وبتحب ناديها، فده بالنسبه لك منتهى السعاده، وخصوصا لما بتبقى مش موجود يعني. خلي بالك عارف لما بتبقى موجود ولسه شغال في المكان مش زي ما انت سبت المكان والناس تشكرك بالخير. طبعا دي كانت حاجه بالنسبه لي كبيره جدا جدا يعني، وهرجع اقول تاني اتمنى ما كنتش اثرت في تاديه الوظيفه او تاديه المهمه مع اللي انا كنت موجود فيها. يعني اعتقد ان ده ما حصلش، لانه يعني لغايه دلوقتي حضرتك لما بتبقى متواجد الحقيقه في النادي يعني كل الاعضاء بيبقوا ملفوفين حواليك وبيجوا يسلموا عليك، يعني لغايه دلوقتي انا بشوف الكلام ده بعينيا، وكل الناس اللي موجوده في النادي بتشوف هذا الكلام. زي ما حضرتك قلت ان ما قبل او اثناء التواجد ده متاح، او يعني اثناء التواجد في الوظيفه ده متاح، لكن ما بعد الوظيفه هو ده اللي بيبقى دائما، وهو ده اللي احنا بنتعلمه دائما داخل النادي الاهلي، ان انت لازم تطلع
الناس كلها بتحبك والناس كلها عارفه انت عملت ايه داخل هذا النادي الكبير. هو في اي مكان مش النادي بس والله، يعني شوف انا يمكن ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا، اللي انا من وانا صغير من اول ما ابتديت الحياه العمليه كنت دايما في اماكن الحمد لله رب العالمين قريبه من اصحاب القرار، وكنت بتسيبها اهم حاجه تكون انت سايب اثر طيب او ذكرى طيبه في نفوس اللي موجودين حواليك. ايوه فاهم. يعني هي دي الحياه ودي الرساله اللي انت بتحاول تأديها عشان خاطر اجيال جايه وعشان خاطر ولادك وعشان خاطر انت اتعلمت من اللي قبليك ايه. يعني في ناس عظماء كتير الواحد اشتغل معاهم عشان مش عايز اقول اسامي وانسى حد، لكن عظماء انت اتعلمت منهم، وبعد كده مفيش انسان كامل، كل واحد ليه اخطاءه ايجابيات وسلبيات. اهم حاجه وانت موجود في مكانك دايما بتدير الملف اللي انت بتديره او الوظيفه اللي انت ما بقاش في شخصنه للامور وتكون على مسافه واحده من كل الناس. انت بتأدي وظيفه، بتأدي لوائح موجوده كل الناس ملتزم عليها، بتنفذ هذه اللوائح على بيتك وعلى اسرتك وعلى اقربين ليك قبل اي حد، ويمكن الناس كلها عارفه الكلام ده. نعم. وهو ده اللي احنا اتعلمناه من كابتن حسن، اتعلمناه من كابتن الخطيب، اتعلمناه من الناس المحترمه اللي هم احنا حظنا كان كويس ان احنا كنا جنبهم. يعني انت النهارده وحاجات كلها خلي بالك بسيطه جدا، يعني انت بتقعد مع كابتن حسن في اجتماع في المبنى الاجتماعي مثلا وممنوع حد يطلع غير الاعضاء العاملين، وتلاقيه بيستاذن هو ينزل يشوف احفاده. مظبوط. رئيس النادي الاهلي. مظبوط. الحاجه البسيطه دي بتزرع جواك، عشان كده احنا بنقول واحنا في اماكننا النهارده انت بتلتزم بلوائح معينه ويبقى ليك اسلوب معين عشان خاطر انت هتاثر في جيل طالع. هتاثر في جيل طالع يحب ناديه، هتاثر في جيل طالع يحب بلده، وهتاثر في جيل طالع دايما يبقى عنده انتماء واخلاص. فالحاجات الصغيره دي ارجو للناس تاخد بالها منها كويس قوي قوي، عشان خاطر ده انت بتسيب اثر في نفوس اجيال طالعه بتشوف هتعمل ايه الفتره اللي جايه. مظبوط مظبوط. ربنا يكرمنا. سياده العميد برضه عايز اسالك، 3 سنين ونص كابتن خطيب حتى قال كده على المسرح، قال كده قال انا والعميد مرجان او انا ومرجان، بما انه يعني اخوك الكبير يعني، فقال انا ومرجان بس اللي عارفين ايه اللي حصل خلال ال3 سنين ونص. يعني ايه اللي حصل يا فندم عشان كابتن خطيب يقول كده؟ لا بص، لا الحمد لله الاحداث كتيره. لكن انا هرجع اقول تاني، هو الكابتن خطيب عمل البرنامج الانتخابي، ويمكن ممكن يكون اول رئيس مجلس اداره عمل برنامج انتخابي بالشكل ده خلاص. والعلاقه مع كابتن خطيب هتلاقيه كابتن خطيب دقيق جدا ومنظم جدا ومتعب جدا برضه عشان بس تبقى عارف، وما بيحبش يقول حاجه غير ما بينفذها. مظبوط. يمكن احنا قعدنا من سنه انا وهو قبل حتى نهائي افريقيا اللي هي البطوله التاسعه، فكنا بنسرد الجدول الكتيب بتاع الجمعيه العموميه وبتاع اللي هو عائله الاهلي. عائله الاهلي. ايوه يا فندم. فبقول له يا كابتن احنا يعني الحمد لله احنا بنسبه 98% احنا انجزنا كل البرنامج الانتخابي رغم ظروف كورونا اللي احنا تعرضنا لها، رغم في حاجات وحاجات يعني اللي فاضل حاجات الناس هتعذر، يعني لازم الناس هتعذر ان انت اتعرضت لحاجات كتير جدا جدا. مظبوط. خلاص. وكان الهدف الاساسي وبصراحه ربنا ده التارجت اللي هو اشتغل عليه اشتغل عليه بقوه جدا، ازاي تعيد النادي الاهلي لبطوله افريقيا دوري ابطال افريقيا تاني بعد غياب 7 سنين، ازاي تعيد النادي الاهلي يسافر لبطوله العالم ويشارك بطوله العالم تاني. هو ده في حد ذاته يعني نجاح كبير جدا جدا. وعشان النادي الاهلي مش نادي كوره بس، لا ده نادي الاهلي بقى مؤسسه رياضيه كبيره جدا واجتماعيه وثقافيه، واحنا شفنا الكلام ده برضه خلال 3 سنين ونص. كنا شغالين على التوازي، لجان بصراحه ربنا بتبذل جهد من اول لما اتعملت لجان الاستاذ محمد يوسف وبعد كده استلم الاستاذ وليد مبروك، باللجان اللي موجوده بذلت جهد غير عادي، ده داخل النادي على المستوى الاجتماعي، النشاط الرياضي كابتن رفعت عبد القادر بكتبته بذل جهد غير عادي، وفي الاخر كل الامور بقت ميسره، وقطاع الكوره اصبح ملف هو كابتن خطيب بيديره كمشرف عليه عشان ازاي بقى كلنا هنفرح. خلي بالك الكوره برضو ليها لازم الناس ليها النصيب الاكبر يعني. طبعا. فالحمد لله. يمكن هو قال كلمه امبارح، التابلو اللي الناس شافته امبارح ده صعب قوي 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 حد يجمعه غيره هو شخصيا. يعني انا براهن على هذا الكلام، اللي انت يبقى عندك مختلف الـ 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 الاشخاص ومختلف الطباع ومختلف هقول ايه الاسلوب في تطبيق العمل، هو قدر. واحنا الحمد لله ممكن اكون كنت سند او ساعدته، ما اتمناش ان انا اكون كنت تعبت في يوم من الايام، يعني اللي احنا قدرنا نجمع التابلو ده كله يشتغل مع بعض، كل واحد في اللين بتاعه اللي بيأدي دوره بمنتهى الامانه عشان خاطر نوصل لاخر الصوره دي. خلي بالك في اول مره برضو في تاريخ النادي الاهلي، واحنا شفنا الحمد لله اساطير عظام جدا جدا، اللي فيه رئيس نادي يقف على الستيج بيقول لك كشف حساب، ما حصلتش. مظبوط. هو حط حاجه
جديده هتتعب الناس كلها اللي جايه، وهتتعب يعني لازم هو الفتره اللي جايه برضه هيعمل كده. النهارده امبارح كان محمود خطيب وقف عمل كشف حساب للبرنامج الانتخابي، يعني متهيألي في رضا كبير من اعضاء الجمعيه العموميه دول الاهم، ورضا كبير من جماهير النادي الاهلي، وهم طبعا الداعم ليك على طول في كل وقت. يعني مش هسيب حضرتك طبعا غير لما تقول لنا بسم الله ما شاء الله تطور واضح الحقيقه من شهر مارس اللي فات. الحقيقه حتى الان في شركه استادات شغل رائع في انديه سيتي كلاب، الحقيقه الوضع مختلف تماما من شهر مارس وحتى الان، والامور ماشيه على اكمل وجه. ايه التطور اللي ممكن يحصل خلال الفتره القادمه يا فندم؟ لا ما هو الحمد لله ده التحدي الاكبر بقى، انا وسيف الوزيري ومجلس الاداره واستاذ اعضاء مجلس الاداره، ده تحدي كبير جدا جدا بنتحرك فيه. بس خلاص بقى نقلنا من ملف النادي الاهلي وموجودين في النادي الاهلي الملف، انت لازم تكون على مسافه واحده من كل الناس، وبتأدي دور مهم جدا جدا للدولة المصرية، وده حق بلدنا علينا احنا نعمل كده. اللي احنا النهارده ازاي بنعمل تنمية في كل المحافظات النهارده، ووجود بنية تحتية محترمة تليق بأبنائنا في كل المحافظات. الشركة الحمد لله رب العالمين ما بتبخلش بجهد، احنا في يمكن في أقرب أو أسرع فرصة فتحنا 7 فروع الحمد لله، بداية من شهر 4 لغاية شهر 9 ابتدينا النشاط الرياضي بيشتغل على مستوى المحافظات، لقينا إقبال ولقينا تعاون من برضه اسره سيتي كلاب. هقول لك انا زي ما انا طلعت النادي الاهلي عائله النادي الاهلي فعلا بقى فيه النهارده، وده كان اجمل حاجه كابتن محمود خطيب قالها، عائله النادي الاهلي النهارده بقى فيه عائله في سيتي كلاب وعائله شركه السادات. ازاي النهارده بتبقى في كل مؤسسه انت بتاخد الافضل فيها وبتحاول تطبقه. نعم النهارده احنا عندنا اكاديميات شغاله بشكل الحمد لله محترم، واسماء كبيره جدا يا فندم حضراتكم جايبينها. فضل ونعم عند ربنا، نجوم مصر في كل لعبه، نجوم مصر على مستوى مصر كلها، سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي، وده دورنا، ده دور الرياضه يعني. فالحمد لله احنا بنجتهد وربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخله، العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه استادات. زي ما حضراتكم شفتوا العميد محمد مرجان له دور كبير جدا جدا بجانب كل اعضاء مجلس الاداره الحقيقه خلال 3 سنوات ونصف من العمل الشاق والعمل المضني.